وتروح الكرة ناحية الشمال، ناحية الشمال عندي مؤمن، بقول لكم بقول لكم حماد متعب ده والدته ده عياله 100%. الراجل ده والدته ده عياله. واحد يقول لي ليه بيجيب اهداف تاريخية، وانا قلت البتروجيت خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم الاهلي اصلا يلدغ في اي لحظة، وفعلا لدغ الاهلي في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع بعماد متعب، عماد متعب من تمريره من مؤمن زكريا. قلت لحضراتكم ادي الكوره اهي ومش اوف سايد، متغطي متغطي، تتلعب الكوره يطلعها على جنب، بص سلسكو يرفعها هنا بقى الفرود اللي بيعرف يجيب جول، والراجل مستنيها جوه وهو بصوا ادي صابر رحيل، وادي دماغ دماغ مين؟ دماغ عماد متعب اللي دلوقتي حير الناس كلها. واحد يقول لي حيره يعني ايه؟ انا هقول لهم عماد متعب الحته دي بتاعته اهو، الحته دي بتاعته من ايام ابو تريكه وايام بركات وايام الدنيا واحمد حسن والدنيا كلها، في الحته دي بتاعته بيعرف يقف ازاي؟ بيقدر ياخد كرة ازاي؟ وهدف تاريخي لعماد متعب عشان تصبح النتيجه 1-0 لا شيء بتروجيت.